Second lecture for this academic year, Emotional Intelligence by Mr. Johnny Wood. Why Johnny again and again? Not just because Johnny is a great life and executive coach and a great supporter to our Deep Learning alumni lecture program, but also and simply because you asked for him. Johnny has given us so far two lectures, Exiting Babylon, Speak My Language, أول واحدة كانت chapter عملها. And the first one was Belief, Life's Creators and Destroyers. And we are hoping for another lecture next year, inshallah. I'm not gonna read to you about his achievements and his degrees. Instead, I will read a few comments that we received from you. لأنه we value your opinion and your comments. So the comments we received from our alumni about Johnny هن اللي خلونا نطلب منه to give us another lecture. He's very enthusiastic and interactive. He made it fun. Great presenter, charismatic and full of life. I learned while I was enjoying every minute of his talk. Excellent lecturer, most engaging, kept us very attentive all the time. Looking forward to seeing him in other lectures. Johnny Wood, the floor is yours. شو انا نعمل اليوم؟ احنا اليوم بدنا نشتغل انا وياكم ايموشن تيست، عارف عن حالي؟ اسمي جوني الغول وبيكم نمر سبعه اخر واحد ما يجرب فيها شو اسمه سبعه، فاذا حدا بيفكر يدخل بيكون يتذكر سبع الغول لو سمينا نمر كان هونيك مش طيب شو انا فقلت لي غدا بدنا نعمل شيء سوا اي توبيك صراحة جات اندمج صراحة جات اندمج على الفور هذا ما عندي فما عندي حال. So emotional intelligence لأنه قال له قال وقت بين النهار والنهارين كل day عن workshop. ليش نحكي بس شوية عموميات عن ما فكرت انه انسان بنحكي موشن انتليجنس مثلا مونيات بعض التولز يلي بنحطهم بالورك شوبس يلي ممكن تستفيدوا منهم تفسيروا ايموشن انتليجنس اكثر رح نحكي عنهم بريف سو بدكم تكونوا شوي صغيرين بعض المقالة رح تحسوا انه رح تكونوا قاعدين اقل مما بدكم بهيدي النقطة معنا بس ساعة ونص نحكي عن توبيك بدكم اياه مونيات بتسالكم هيك بشي حال؟ مشكلتي كانت مع ايموشن انتليجنس الكتب يلي بقيتها سنوات حضرتها ليش ايموشن انتليجنس شيء مهم؟ عظيم طيب منيح ايموشن انتليجنس بس ولا واحد منهم بيعطينا تولز اذا انا بدي اكون ايموشن انتليجنس شو لازم اعمل؟ فكرت هيك على صدر دماغي شوي شفت شوي من خبرتي بال NLP باللايف كوتشنج بكل البروجرام سيمينار تبعت الدوكمنت الحاضره عن تولز يلي واحد بيقدر يستعملها فاذا بده يقوي الايموشن انتليجنس تبعته شو فيه يعمل؟ لانه كنزير ما بنحب هاي هول الترينرز انا عم نظلم كثير بيقرا كم نوم كم نوم بيصير ينظر علينا انه هيك تعملوا هيك تعملوا زي تكون ونقل معلومات بينما الترين لازم يكون نقل سكيل اجين بس ساعه ونص رح نكون قد ما فينا على التولز يلي فيكم تستعملوها لتكون الموشن انتليجنت اكثر وتشوف ليش انا نوصل انا وياكم فيه عم بلش اول شيء مين بيعتبر حاله ذكي؟ هلا ما رفعوا ايده مش اذكياء ولا حاسين انه شيء شيء بتحل مشكلة، بتحل problem، any problem. Anybody has an issue.
العالم صار يشوف إذا زكى شيء مهم الإنسان يكون واحد أهلية يكون في رئيات شغاله فعادوا بلشوا بالآي كيو مش هيك؟ مين هون عنده آي كيو عالي؟ أنا عندي آي كيو عالي أنا 130 عندي آي كيو يعني أنا فايز المنسى بتعرفوا المنسى؟ هذه الجمعية تبع الآي كيو فوق 136 فأنا لازم أمر فوق منها شوي صغيرة فوق 136 شوي صغيرة بس ما نفعني إلى الزكاة لأنه الآي كيو الشيء اللي يوزن هو ثلاث أشياء هلا صار في نيو ثيوري على يسموني أقول الحال أب شوي في نيو ثيوري في نيو ثيوري عن الزكاة بتقول إنه ما في زكاة واحد ثمان أنواع زكاة مالتيبل انتليجنس وكل واحد يكون عنده زكاة عالي بمطرح ومش عالي بمطرح ثاني الاي كيو وحده الانتليجنس كوتشنت يوزن ثاني من هول الاشياء يعني اني لينغويستيك ابيليتيز عن ايباس اي كيو بتتذكروا عندكم بارت لينغويستيك جرامر ولانجوج في بارت لوجيكال ماثماتيكال مات وفي البارت اللي هو سبيشال ريكوجنيشن اللي بتعرفوا كيف فيهم الاخبار والدرس والاشياء هذول كانوا المقياس الاساسي تبع الاي كيو بعضهم مقياس اساسي تبع الاي كيو الشركات كانت تستعمل الاي كيو كمقياس اساسي اذا توظف اي ام او اي ام او بلش توظف كثير صار الكرايتيريا الاساسيه تبع التوظيف تبعها هي الاي كيو كل واحد تحت وضع عالم تحت معين من الاي كيو مثل ما يسموه وكل الشركات كمان عملوا نفس الشيء وبالتالي شفت بعدين اذا وصلنا لعالم الاي كيو تبعهم عالي بس هدول صحيح العالم الاي كيو تبعه عالي عم يقدر يخترع مكنه يلاقيه بس عشان يقدر يبيعهم عشان يقدر يفهمها للاخرين الايديز تبعهم مش عم توصل للاخرين فبلش الريسيرش هون شو اللي ممكن يعمل ديفاين فاكتور لنجاح واحد الناس عندهم اي كيو كثير عالي مثل ما بينجحوا بالوظائف تبعهم خاصه الوظائف تبعهم اللي حاسس بدون كوميونيكيتي مع عالم ثانيين فرجع تبين شوي شوي في عده انواع من الانتليجنس فرح كل شيء بالتفصيل بس مثال تكون تفوتوا اون لاين على جوجل تحطوا مالتيبل انتليجنس تيست في فري تيست اون لاين اكسل شيت تطلع ابو 50 و 50 سؤال اذا بتذكر منيح عبوهم بسرعة بدون بايس أكيد بيطلع لكم أي زكاة عندكم أعلى من الثاني بحوالي 8 and it's very accurate very accurate أنا أول ما شفته أنا ما قبلته لأنه في بعض الأشياء صارت بس معلش يعني بيطلع فيهم منيح إن اللينغويستيك ماثماتيكال سكيلز طلعوا جايين لأنه الأي كيو أوريدي عالي فهي الزكاة الانتليجنس الثانيين اللي عم ينحكى عنهم إن واحد منهم هو الفاضي في الاستاتيك هي القدرة على انه انا مانيبوليت الاشياء حوالي بايدي بايدي جسمي بالجنب قبل كان ستاتيك يعني اللي انا بروح هنا عندي كثير واضح يعني هلا اعطوني اي شيء هيك ضعيف بشتغل فيه بزيي بتكسر تغرب في ثلاث ثواني او مثلا جاي برقص ولا اصلا عم تتقطع بهذا البلندر عم بمزح موضوع شو اسئله يعني فعلا لانه القضيه اللي كان ستاتيك كان هيدا الانتليجنس هيدا من الوطين عندي هنا واحد واقع عندي هو الميوزيكال وهذا فرز عاجلي كثير ترى الميوزيكال كثير واضح الميوزيكال مش يعني انت تسمع موسيقى منيح ولا ما تسمع موسيقى منيح اذا انا قادر اسمع موسيقى انا بحط لي سبعة نوتس ورا بعض وما بعرف فرق بين بيناتهم ايها السول ايها الدو ايها كذا ميك سنس لهذا بيهمونا بشكل اساسي واللي هن فعلا الايموشن انتليجنس هن اثنين نوعا ما من الذكاء هن الانتربيرسونال سكيلز انا والاخرين والانتربيرسونال سكيلز انا مع حالي همي انا مع حالي طبعا وما مش الحال مش هيك مش هيك نعرف مش هيك كثير من العالم بيعرفوه انه على قد الكواليتي يعني الواحد بيفتح بزنس لحاله خطره تخوف نعرفه ما في شيء ما بيفتح بزنس بده يفتح ما بيفتح هي اللي بيعرفه عارف شو بدري كيف يشتغل على حاله عارف شو بدري how to develop yourself ايه كنت اوصل في السويس
weakness and strength. Actually المدرس اللي انا جاي منها مش اسمه ويكنس. في استراتيجيات بالتفكير بنستعملها ما توصلنا. ليه ما عم بستعمل استراتيجيات؟ كيف توصلنا؟ ياما توصلنا. ما في واحد ضعيف وواحد قوي. اذا استراتيجية عم بستعملها ما توصلنا. ما توصلنا بس هي استراتيجية توصلنا. بس هي ما ويكنس. تعلمت استراتيجية مختلفة. So اللي احنا بدنا نشتغل عليه اليوم بالموشن انتليجنس هي هدول الاثنين انترفيرسونال والانترافيرسونال. الانترفيرسونال مش عارف في ناتشرالست كمان مش مرتاح. ناتشرالست اللي كونكتد مع الطبيعه هو الجرين فارمز اللي بتكون كثير سهله حياته مع الحيوانات مع الطبيعه بتكون عنده الناتشرالست كثير عاليه. شباب بتقول لي كان وي كان دو ذيس تيست اون لاين مش هيدا الموضوع. موضوع الشركه الاساسي هلا اللي فرق بين الاي كيو والاي كيو لانه اللي بين انه بس بلشوا الشركات حتى الجيش الامريكاني هو الـ EQ كتريننج لجوا الريتنشن الشركات عاليه الانتاجيه عاليه والاوفر اول فاكتور تيك رايز عاليه فوتوا على الاونلاين مش وقت انا عم اخبركم هول ستاتستيك هون فوتوا اونلاين ونفس عنهم مش هون بنحكي عنهم من الانتر بيرسونال والانتر بيرسونال اللي بتفاجئ انه هدول اللي هم اللي عم يعملوا كثير فرق بالنتائج باخر النهار ان شاء الله يكون انا كثير ذكي عندي ذكاء كثير عالي بقدر اخترع ماشين بعد كده بعد كده عالي بقدر اخترع ماشين والله بتناول كانسر بس I don't know how to sell it. I don't know how to present it. أو مش بس هيك بكون عم يحكوا معي مشان مش غير حالي بيعتذر عن ماشيين بعصب عليه. سو هل قدرة على انه انا عارف اتعامل مع الاخرين مع حالي بشكل بس افضل نتائج هي اكيد الايموشن انتليجنس عم يحكي. سو باي ديفينيشن الايموشن انتليجنس في اذا بتفوتوا على كثير كتب عن الايموشن انتليجنس. كذا ديفينيشن اكثر من ديفينيشن تبع كوتشي. أحلى ديفينيشن سمعنا عن الايموشن انتليجنس هي الثانية. الايموشن انتليجنس هي القدرة عن انك تختار عن وعي to consciously choose أفكاري مشاعري تصرفات في يعني احنا باخر النهار شو بيأثر علينا بيننا وبين الاخرين؟ احنا كيف بنأثر على الاخرين؟ تصرفاتنا صح؟ والاخرين بيأثروا لنا من تصرفاتهم فاذا التصرفات ما لنا مفيده لنا بيناتنا في شيء بده يتغير بهالتصرفات تصرفات منين بتطلع؟ من؟ خليني اسال سؤالي تصرفاتنا شو اللي بيحكي معنا؟ ايموشن الفيلينج تبعنا صح؟ اذا انا هلا فايت ومعصب وحدا عم بيحكي عصب هذا الشيء هذا البيهيفير تبعي انا سويت رايي وحدا عم يحكي وخلينا معي شوي صح؟ سو تصرفي هو بيس على الفيلينج تبعي اذا انا بدي اغير تصرفي او تصرف الاخرين يعني بدي اغير هو او اي فيل اباوت السيتويشن صح؟ جايكي هلا هي النقطة الثانية بس تركيني صفحة بدي اغير افكاري بدي اغير الطريقة اللي حاسس فيها بغير تصرفات بغير كيف حاسس غير كيف حاسس بدي غير كيف عم فكر هون افكاري لانه ما بيجي ايموشن عنها غير ما بيجي منه فكره فكروا فيها يو كان نيفر فيل ان ايموشن لما يكون في فكره قبل منه whether conscious or unconscious sometimes تقولوا زعلان وما بعرف ليه صار معك الحين ما بعرف ليه وفين واحد يوريك لي اياه برجي معه قال لي برجع صح مين بيعمل ابراج هون؟ ترجع عليه ما في شيء ما راح غير انه ما موشن تيست بكل بساطة انا بدي يكون موشن قياس موشن تيست هي القدرة انه انا باي وقت اقدر اقرر اي بيهيفير هو المناسب لاي سيتويشن هلا في ناس بيغلطوا انه يعني الموشن انتليجنس يعني انت ما بتحسن مثلا مضبوط هالشيء؟ لا عصب يعني مش متجاجر؟ كيف؟ أي ما تتحدث فيه من العصبية أو ويتنس؟ شو هي الويتنس؟ كنترولينج انت انه هلو فتح لك عالم هلا تعرف هلا صح؟ تعرف هلا انت بنت عندي كنترولينج بس انه مرة يا ترجع تتكلم معه يا هيا على
على البيهيفير اذا لاحظت الاروز اب اند داون ابس اند داون اي وحده بتغيرها قدر تغير الثانيه والثالثه معها سي سيلف اويرنس جايين 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 بس خلينا بالديفينيشن الاول يس changing your behavior will repress the repress the feeling of aggression in your subconscious will repress هاي تكلمي سايكولوجي فرويد خبرنا عنه but there's many problems with
with the ego and the data. Yes, actually, this is not Freudian psychology. This is New Age psychology. فرويد أبلش أساس سبعة فرويد إنه he laid down the fundamentals سبعة psychology هو واحد حكي بال unconscious mind right بس معظم الأفكار اللي فرويد طلع فيها خاصة بالثيرابي اللي بيستعملوها الفرويد ما صار في نتائج بعض لهم السيكولوج بيقعد عنده جمع سنتين وثلاثة وأربع مرة للجمعة مشان يحل فوبيا الفوبيا اليوم من الأنرجي والإنفوس عم تطلع بسجل وحدة depression عم يعطوا أدوية اليوم بنلاقيهم نيجاتيف ايموشنز عم تنشال في كذا نوع من الالترنتيف ثيرابي اليوم ايفن سايكولوجيست عم تعلموا ان ال بي وايفونز وهذا بس مش حفوت بهذا الديبيت اليوم بس بكل بساطه بقول لك الفاوندر تبع ان ال بي بتعرف تقول عن السايكو ثيرابيست رحنا عند واحد سايكو ثيرابيست لقى مكتوب على زاد سايكو ذا ريبست That's not an attack on psychology, on traditional psychology. I think إنه مش control your behavior but feel يعني كيف يعني إذا واحد معصب كيف ما أنت قلت يمكن ما بيقدر بأول مراحل من إنه يكون عنده emotional intelligence إنه يقدر يقول لحاله إنه هلا أنا ما لازم أعصب على situation لا استاهل إنه أعصب okay. يمكن في يعمل feel إنه أنا هلا ما حأعمل reaction خليني انطر شوي لحد ما انطر شوي انطر شوي انا بعرف انه الايموشن عالي عندي انا هلا وبالتالي ماي بيهيفير رح يطلع بيس على الايموشن سو احسن لي انطر شوي ذاتس ايموشن انتليجنس انه انا قصدي انه امرار الواحد ما بيغير الفيلينغ امرار لما بيعمل فريز للبيهيفير بيقدر انه يفكر بطريقه خليني اسالك سؤال لما قررت تاجليها لبكره لما قلت بالاجل الموضوع لبعدين لما اجلت الموضوع لبعدين كيف صار الايموشن؟ خلص نحن ما بنغير مش غيره مش معناتها نقلبه من تعصيب لا مرتاح انا لا واطي انف مانجبل انف انه اقدر كمل تو فانكشن بشكل ما اذي علاقاتي غيري وعلاقاتي مع حالي طيب سو خليني اسال على الميموري براسنا مع الايموشن مش هيك لانه ما تعاملنا مع شيء
انا قلت شيء بقى انت فاهم. انت حسيت بنيجاتيف موشن تبع الثيرد، بس انستيد اوف انك تسكتي عليه تريبريس ات او تنامي عليه لبكره، خليتي انشس انه تعاملتي معه. يعني ما بتحكي لي بهالطريقه بدي اعتذار. انا الثيرد تبعي يكون اكشن سيجنال لإلي، شو اعمل؟ اعتذر منك بحراره. اذا انت سمحتيني شو بصير بالجلد تبعي؟ بيروح. شو بصير بالهيرت تبعك لما اعتذر انا؟ لو ذكرناها بعد جمعة تانية الحجر ذكرها انه ما كان لازم يصير بخسر، بس انت بعد الفرصة انا بعد الشيء اللي بقوله يعني نتعامل مع الايموشنز تبعنا is to resolve them not to repress them or نأجلهم او نخدرهم. خدرهم في سيجارة حشيش عليها. ما فيك ولا ما بدك؟ لا بدك بس تقول لهم هيك ما بيفهموا خير. لا نسيت لك، انا المدرسه بتقول انه اسليب كوميونيكيشن على الكوميونيكيتور. اذا انا بقول اي شغله انت ما بتفهمها مش الحق عليك انت، الحق علي انا ما بتصوت بالطريقه اللي انت بتفهمها. فرح نقطع عليها شوي بصراحه. عم صوتي بالاسئله عشان بس بدنا نكفي شوي. صار لك ساعه رقم. لو هالشيء صحيح انا ما عندي شغل. قلت ما عندي شغل. طبعا خلص خطر. انه طبعا الشيء اللي قلنا فيه وحده في جينيتك ترين مثبته ولا لا، بس كمان مثبت انه في جين موجوده مقطوعه الا under certain circumstances مثل كانسر. نعرف في جين خاصه في بعض انواع الكانسر. مش كل اللي عنده اياه بصير عنده كانسر. بده يربى ببيئه معينه يكون في وعيه لهي الجين بتصير اكتف بصير عنده كانسر. ما رح اخذ كثير دبيت عليها، بس برجع بقول لك لو ما فينا نغير اطباع انا ما عندي شغل. self-awareness and I don't know how to do it. I don't know how to do it.
تعب النفس؟ سؤال ده كمان يسأل نفسي؟ خلاص أنا واثق من نفسي، أنا الشخص يعني موجود يعني. أنا موجود، ما أنا غلطت وعيطت، أبقى فين أني موجود؟ أنا عارف شو اللي حصلني. It's not a problem.
لا نحن عم نقول سيلف اويرنس شو هي؟ تمام هون انه سيلف اويرنس انك تكون واعي على مشاعرك. طيب انا غيران خلاص وصي حالي صرت سيلف اوير تحت في شيء. Thank you.
بأسره وفي كثير women that is PMSing knows that this chemical imbalance يلي مأثر على المود تبعه. In that place لأني بعرف أنا المود تبعي هيك لأني بعرف المود تبعي هيك I don't go into confrontations أو أجل الموضوع right لما أنا بحس حالي بمود مني مرتاح أبدا I cannot handle this situation أجله. That's self-awareness, knowing that I'm not upset because he's president. I'm upset now because I have chemical imbalance behind the glorious few days of living. So you're saying that's how we should remove the fear of the other person? What I'm saying is using our emotions in a matter that serves us, whatever how it serves. Like yeah. أنت عم تقول إنه أنا أشيل الإيموشن من هنا، أنا أشيل الإيموشن فيه. هي ما أشيله أبداً. رح يظل فيه، but once you acknowledge the fear، معالجتك له بتختلف لأنه the best, the only way to conquer fear is doing what you fear. تعمله. مش تراني معي how you deal with it. When you deal with it with emotion بيروح, that's a good dealing. ما في strategy واحد to deal with your emotion. Whatever works for you, بتخلي الايموشن يتغير, يروح, then you have different behavior, different result, then you're okay. You're not. طبعا رح تسمي يمشي, please. Your question, Matej. But one thing can become manipulation, and eventually you can manipulate someone with the... جواب الأصير لا. Yes, you can. Yes, you can. I said, I'm a con artist, keep a suit if you're doing this for art. And they're using psychological tools. Yes, self-awareness, but quickly, some of the tools here, if you can stand on that, always self-awareness, I'm from. I got a tool, you can perform, you could talk into seminars on YouTube, you could have that one. The matter, how was that the MBTI? You know it, I'm into my Ahmed Tafar, right? So the MBTI is a good facade, I had a minus 6 type indicator. People just threw online the test about MBTI. I might say the temperament sorter, that's an SLA. You have said my other. You have said my other. يعني فور اكزامبل بسرعة شو هن الكاركتر؟ في ناس انتروفيرت في ناس اكستروفيرت صح؟ شو الفرق بيناتهم؟ انتروفيرت هذا انطوائي مش هيك؟ لا الانتروفيرت مش الانطوائي اللي هو يتخبط ويحكي مع حدا لا فانا من الانتروفيرت بس شغلات شغله بسيطه اثنيناتهم بيصرفوا الانرجي تبعهم انا عم بصرف الانرجي تبعهم مش هيك مع كثير عالم ودرجتي وعزه وعم بصرف والعام هيك لما بتفضل بطريقتي الانتروفيرت بيشرج لحاله بيروح بيقعد لحاله بيوطي بتقوية شوي حتى الاصوات اللي يخف ما حدا يحكي معه او حدا انتمت وياه بس مش اكثر بيشرج بطريقته بهالطريقه الاكستروفيرت بتوصل بطريقته ما بيشرجها غير مع الاخرين والضجه
ما بيقدر بجن إذا عاد حاله يحس بالغربة. There's no inactivity self aware. أي أحسن؟ ما في أحسن. depends على شو عندي. يعني أنا مثلا إذا طلب مني مثلا سافر أنا 10-15 مع بعض تاني. بعمل كل يوم تاني بطلب من 10 يعني function مع الشركة. بعد 3 أيام في يومين. هذا لأنه ولا مثل تاني. ليش؟ لأنه بالطريقة مش عم تعبي مش عم تخلق وقت تعبي. So knowing that about me, I know you know I need to allocate time for my introversion. إذا هي الوقت ما هو موجود هاي الوقت عندي أنا جزء من بكرة. كان سير في عدو حالة شحالة بس ليش عندي بس اليوم؟ والله ما في شيء مزعلني بس ليش حس حالي عم شارش حالي؟ مش هيك كثير؟ بقى مش مشارش كل بساطة. You go do the test. اسمه كيرسي. KERSEY. KERSEY. كيرسي تمثلت as you want. So. You stand out there talking. One thing. Yes. Charging your battery. So why are they spending you said you are looking at the career, jumping around the thing. You don't look like an homework. Hence the confusion and introversion and extroversion. No, that's the what's charging your battery? Extrovert and introvert, my best friend is an extrovert. We do the same thing. We train sometimes, we train together. Then let my mother tell us, stay straight and I'm a nurse. It's less than half. بس يخلص النهار. بقول له أنا رايح البيت أرتاح. ليه والله أنا كمان رايح البيت أرتاح. ما في صار بس يعمل شاور بفضل شلون يشرفهم كلهم. شو بدي أعمل؟ ما في. أنا شو بصير فيه؟ This is the only difference. يعني هو introvert أنا extrovert. وين المشكلة بتصير لما ليش لازم أتعرف إيش؟ أتعرف إيش ليش بحب يساعدني؟ لأنه let's say أنا extreme introvert. If I choose a partner, let's say I want to date someone. If I choose someone who's an extrovert. شو الستايل تبعهم شو الستايل تبع الاخرين؟ يسلم.
Yet, on under stress situation, you always revert to your natural. You will not change. I will not become an extrovert. I will put me in a phase in my life where I go more into introversion. Let's say, but I'm not so keen energy. I'm not an extrovert still, but I'm tendencies towards extroversion. And I feel it. So I write the ticker on emotions. Logic. That's not my natural way of doing it, just I'm flexible enough to change it. So here our tool. Then the tool people to switch your leg, that always said awareness of Marco, who is your higher window? أول ويندو هي الأمن إيريا هي المطرح اللي أقول أخذنا عني وأنا بعرف عن حالي يعني أنا بعرف إني شبح لأ وأنتو بعرف ولا شيء ثاني إيريا هي اللي نسميها blind إيريا هي what you see about me some people may see that he's arrogant بس أنا مش فاكر أنا مخلوق could be I don't know, right? That could be that he, شخص هون عم يقول سؤال arrogance هاي تنكر سؤال arrogance هاي دا وانا بالنسبة لحالي انا بفكر انك تقبل نفسي اللي عم بعمل انا بستي هون تقبل نفسي مش arrogance بتكون بالمعنى هاي طبعا I think I know but I don't know وانا شي بيزيني بعد هاي دي مضبوط ولا داخل so هاي بالمعنى هاي دا في الهيدن هاي دا هاي دا الماسك اللي مخبية عن الاخرين اللي بتعرفوا عنها هاي دي مخاوف هاي دي insecurities, basic weaknesses, what happened in your own self, what happened in the other So, that's something that the other one knows. This is the hidden area. Hidden. I'm hiding it from you. ما بدي تعرف إنه أنا في عندي hidden I'm hiding it from others. This is what happens. It is known. It is unknown by others, but known by yourself. Hidden quadrant is known by you. But it's not known by the others. Where's the right? Matrah who is unknown area? La na barfa an mali la khari al mahal. Ima to a situation of alman, which has been a mahal. Hun, sarra. Ya wala antu ta'ala. Shahar. Imam sabit. Bihada johari, inno, kaza waha badu yamil communication jaydi bain ma'a halu ma'a lakum, kum al-tih ma'a halu waha. Kum al-tih ma'a liaytu ma'a al-akhariin. One of these areas is تكون أكبر وحدة. أيها هذه رأيكم؟ ليه؟ على المكشوف. لأنه على المكشوف. لأنه على المكشوف. ليش على المكشوف مفيد؟ ضيع حالك. Wouldn't they judge me? كيف تعرفون؟ So that's why أنا بدي يكون مرتاح على يدي مع الآخرين، right? Let's say for example بنت يا حي هون، أو بتصرف معها بشي طريقة، بتصرف 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 maybe أنا فكرت إنه أنا وصلت لها المسج بس هي فكرت إنه that feel it and maybe I'm lonely. طيب يروح بالفرق معي ليس على هذه المعلومة مش على هذه فكرت تسجل الأخير صح؟ وبالتالي you ask for feedback من الآخرين نعم. Yes of course. Yes, of course. But I'm not going to feedback from any other person. I'm going to feedback from a person I trust their feedback to be objective, right? And لمصلحتي.
تاني الطريقة عشان تقدر الأوبن إيريا دي إيه؟ عبر الهيدن إيريا، الهيدن إيريا يعني الأشياء اللي مخبيها أو الجثث في حركة طريق تاني. So the best that I ever uncover the hidden area, the way is disclosure. أنا بتبرع بإنفورميشن للشخص اللي عندي عليه أنا. أنا بتبرع لأي شخص هلا بيجي يقول عبد الله على جنب بيقول تعال تحط لك شو عندي أنا. أنا عبد الله ما في الكونكشن العالم اللي أنا بدي أخبره هي الشكل. سمعوني يا جماعة نقدر نخبر للعالم؟ لا خبر للعالم اللي عندي عليها اللي بهمني علاقتي معهم تكون مفتوحة ومرتاحة. هي بتبلش انا بطلع انا وبصير يتلخبط وبيعرق وكله سوا شو بعمل انا بتشجع خبرونا اول شيء انا اي ديسكلوز سمثينج بتشجع عن الفلوس سؤالي لكم بس انا عامل ديسكلوزر اللي خبرتكم عن شيء انا عندي مخاوف كثير عادي كيف تحسوا تجاهي؟ تراست؟ هاو يو فيل تجاهي؟ تراست؟ نحن بنخاف نخبر الآخرين عن مشاعرنا من جوا خوفا من الجادجمنت وإلا لما من عن جد بنخبر الناس that are important they feel closer لنا. Thank you. وبعدين في مبدأ في الإنجليز nothing makes us more lonely than our secrets. بس ما عندكم شيء أحسن ولا أسوأ؟ إذا الآخرين عطيني فيدباك تحسن بحالي وأنا خبرتهم وصاروا هلا فهمنا ليش عم بيعصب empathy is you need to have empathy to do it. That might lead to problems. ما راح اروح انا والله طالع تحت حبايب انهم بيشوا على الانتيجر حشيش عندك سناب شات والله هيك في ناس بتسلوك شيء عن نفسي يعني ثم It's because of my insecurity.
No, she will she feel empathy for me, yes or no? Yes. بتساعدني عليها أكثر ولا لا؟ بتحصل عليها أكثر ولا لا؟ بتستغلها. ليه أنت بتستغلها؟ خلاص بتستغلها وتروح. أحسن. شو بدك فيها؟ إذا عم تستغلها she's not the right person for you. Oh, he is not the right person. Yes, sir. Actually, it depends because it is. It is. It is. Exactly. It is a defense mechanism. Give us up. So, this is our way. Another tool, مليها أنا وياك سوا بس بلاد اسمها اسمها بروفايلينج بتذكر وقت السيشن عملناها سوا كان هون الكالرز الالوان ذس از ذس في عندنا الدوميننت في عندنا الانفلونسر في عندنا في واحد بنسميه شيء تقليدي والكومبلاين احنا اعطيناهم الالوان بتذكر الاخضر الاحمر الاصفر الازرق نوينج يور هيدا اذا بدكم هيدا ابريدجد فيرجن عن الام بي تي اي الام بي تي اي بيعطينا 16 شخصيه مختلفه هذا بينزل لاربعه بس So good as a tool that is there are a lot of known about Shakti and Mushi, the Tirish, the Food and Bronx, the SS Ramada, of telecommunication, Benu Benu, the Tirmuri Had, the Hedanik Al Akarin. It's not a high happy not on the self awareness. And the self awareness, why is on a head? And if I'm in on a influencer, why is on a big picture of Hariyaki of the Food Bank? It's the end of another time of the Pasir. The end of mainly the Fakir big picture, but like the Pasir, Alamar, Chandra. أو لأنه جيني بيجا كان ماذا تقولين خصوصا على الكونكلوجن أنا أنتم تفكير على بس كيف وصلت على الكونكلوجن ما بعرف بس بعرف هذا هو الجواب الصحيح إذا ما عندنا لا أنت تكون الجواب صحيح لأن واحد عنده اثنين ما بتزبط معي أنا هاي واحد 11 كمان فأنا بعرف سلام مثلا هذا واحد من الترانزاكشن أنا حكينا فيها قبل شوي نعم سؤالك كذا عندي ايجو كبير مش هيديها ايجو هي حالة نفسية ذهنية اللي انا فيها نسميها الايجو ستيك حالة الانا حالة الانا بتقدر تكون واحدة من الثلاث اساسيات او بارنت او ادلت او تشايلد وتكون بالبارنت ادلت بالبارنت ايجو ستيك تكون عم تسترجع البروجرامز اللي داخلها من الطفولة من اهلي من انا وصغير او البروجرامات لا عم تحكي هيك مين كان يحكينا هيك؟ معي الاسبوع بخوف الأصبع. So the parrot, by the way, parrot مخصوم اسمعي. في كنترول الفارد. ما أقول لك أنا. خنوشي خيمة تذكر مين لك أنا. هي نوشي الفارد. تنيتهم عم بيحاولوا يوصلوا للدنيا بس واحد بده. My way or the highway. والتاني كرمين لك. هي الفارد. How did childhood lesson? By the way, يعني أنا بقول لك الفارد شئ عندي ولادي. هذيك النهار بنت جيران عمرها 4 سنين رحت الباب اللي بعده طعم بيبي بتخش بأمري والله هيك قلت لك يعني شو كانت بالفعل ايجو ستيت عمرها 4 سنين شو فعلت because that's a program سجل شافت حدا من الاهل او الاساتذه عم يعمل هيدا بصير هذا البروجرام موجود بنصير نستعمله unconsciously نحن عم نكبر بس نحن حدا عم يصرخ عليه ما نجي هذا البروجرام وقت نلقى هذا unconscious شيء شايف كمان مقسوم قسمين كمان هيدا وقت نكون بتشايلد ايجو ستيت بنكون learning ذهنيا من تشايلدهود في نوعين من تشايلد في بنسميه الادابتيف تشايلد يلي اذا انا عم طلع فيه لانه عم ينتهي طلع فيه بالورد بس هو ده 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 بس
في الادلت، الادلت هي الايجو ستيت لما نكون فيها، هيدي مالنا بروجراميشن من الطفوله، الادلت ايجو ستيت لما بنطلع عليها هيدي ديلز وذ هير اند ناو بحسب ما الوضع الراهن بيطلع، والادلت ايجو ستيت از فري اوف ايموشن، بتطلع الوضع الراهن، شو بيطلع الوضع الراهن؟ بتتصرف على اساسه اتس نوت فري بروجراميشن. فنحن وقت اللي بنا مثل كده عم تقول لي انا عيطت علي وعيطت علي مش هيك؟ في دايناميك، انا لما عيطت علي طلعت على البارنت. هي إذا عيّرت علي طلعت على الفارد يصير يعمل ترانزاكشن تسميهم كروس هي بالفارد تخيل هون في فارد أدب تشايلد كمان مش هيك؟ لهي من الفارد حتة الفارد عم تحكي مع تشايلد تبعي عم تحاول تأكدني إنه وقعت أي وقت إذا أنا عيّرت علي عملنا ترانزاكشن كروس هون أو توقف الكوميونيكيشن أو توقف الكوميونيكيشن أو واحد منها بيرجع يعملها مسميها فارد بس إذا أنا بدي وقف الكوميونيكيشن ضبطها للكوميونيكيشن إذا نزلت على تشايلد أنا خاضع له مش مبسوط بحالي، كيف في كوميونيكيشن بس شو بتعمل حالي وهي فاتحة حالها مؤمنة مش هيك؟ إذا أنا طلعت أكبر انكسرت لها العكس صحيح. سو شو بعمل أنا؟ بطلع على الأدلت إيجو ستيت، طبعا ما في ايموشن بس عندها الأدلت إيجو ستيت اللي بحلها بدون ما يكون في أي ايموشن بيكون فيها. سو بعطيك مثلا بتنسيك شو كده؟ شو كده بتعمل؟ سو هي الترانزاكشن أناليسيس في كمان تستات فيكم تعملوها أونلاين. فبتعرفوا شو هي الدرامز أو شو الستيت اللي عندهم. اللي بيحكم تصرفات انا في الدرامي في مستشفى عامل كثير من ريكروتمنت كان كثير عالم بيدوس البداية شركات الوصول السفرية على كده. لا ايديال ايجو ستيت ذا كونفليكت ريزولوشن في الادلت لانه اتس نوت ريل بروجراميشن ان تشايلد هود ذيس وود هير ناو اتس اوبجيكتيف رايت اي واحده من الوظيفه از بري بروجرام انكونشس بيهيفير اللي هو عكس الايموشن تيرز شو الايموشن تيرز consciously choosing your thoughts, feelings, and actions. بينما كنتر تارد ولا تارد, it's an automatic program that fits in لحاله, بما فيه الأفكار والمشاعر والتصورات. It's a program. أنا بالريكروتمنت أنا بسأل, let's say for example, إجاني سيلزمان, أنا عم بسأل أخرى, الأدابتيف تشايلد عنده كثير عالي, الأدابتيف تشايلد بيخاف من الريجكشن كثير, بيخاف من التارد, بس يفوت عند الزبون, فايت من تحت الريجكشن خطرة بس اذا حدا بيقول له لا بيخاف لما يسمع لا لما يوصل للخوف ببطل يعمل زيارات that's why I don't take them اذا هذه يوتيب كتير عالية No, in self-awareness, knowing is knowing what's your normal ego state. So, and not only that, how you can move from ego state to get the results you've been going ahead. At least that feels coming to state the very completely, that takes a lot of work, the development, tirahana, coaching, therapy, whatever it is, it takes the self sometimes the clients and the domain to state the other thing. Adaptive chart, al ech. When we come a shake of the shakes? Adaptive chart. Adaptive chart. Adaptive chart. Why am I shaking? لا ما عم بسأل شو خلاه يصير لهم كله من وراء البروجراميشن من وراء الطفولة بعد ما دخل الأهل أنا وخيي زينا بنفس البيت خيي طلع عنده دومين ايجو ستيت كنترولينج بارنت أنا طلعت عندي الأدابتيف تشايلد هاز نوتينج تو دو وذ ات ديبندينج أنت شو بتقدر بس شو في المعنى اللي بتطلع بس لا ما عندي وقت كثير يعني الأدابتيف تشايلد قلت لك اللي بيخاف يعني بيخاف من الريجكشن بده ما حدا يعمله جبنت دان فين نقول عنه؟ قالوا حسين ساعة 8 بعني بالسلف أول بعد أول كومبيت ما في عنده بروبلم أدابت تشايلد باي ذا واي بس بقول أدابت تشايلد مش معناتها منها منيحة أو كنترولينج بارنت منه منيحة كنترولينج بارنت جوادي أنا بخلي الفري تشايلد عندي ما يقعد يلعب، انا اليوم بدي اطلع على هذا يروح يلعب خلص حلو، رايح مسافر فتره، انا مليون شغله بدي اعملها، بيطلع الكنترول الفاني شو وين انا؟ جوني بقول لك خلصوا الموضوع، جيت؟ عم يعمل لي شو؟ بيسمع من هذا الشغل سابوزي ما في ما في صح ما في غلط. It depends where you use it. By the way, خبرتهم هنا اللي بيقول سيد controlling parent والنورشينج بارنت ادابتد تشايلد والفري تشايلد والادلت اي ايجو ستيت بنكون فيها عم نعمل تاسك
بأي ايجو ستيت بتقول لي يلا ما نعمل انتر كورس
happened now, or you can wait. Okay? Yeah, stay in the chair, okay? Okay. بعض الاشياء ما بيقدر يستوعبها وما بيشوفها نهائيا.
بعطيكم مثلا بتذكر العلاقه اللي لعبتوا اياها زمان كانوا بتلعبوا عن شيء مدوا اياكم هيك واحد اثنين هيك يجي لنا فوق هو هون هو لتحت هو مع بعضه تفهم يمين من تحت يمين من تحت تقول تعالوا واحد اثنين الثالث اذا ما خليتوا يغشكم في التصور تعملوا هيك بقول لك هيك ثالث مرة رابع مرة بعد مرة على ليش؟ بدو اي حالة فيكم شكلي ولا مو؟ لا ليش؟ لأنه أنا استعملت هيدا الشيء اسمه ديليشن بعرف إنه عم يصير عندكم بس غريتكم المية تبعكم سو ماني انفورميشن مع بعضهم كل شيء بعمله بعد سبعة شانس اوف انفورميشن لا تشوفوا لا تحسوا كيف تسمعوا ولا تسمعوا تلاقي برموا ايديكم بطريقة كثير وحشة بيجوا 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 وهذا الديليشن بيعمل ميس اندرستاندينج كثير بين العالم وهو ان كونسبت فلتر عم يشتغل ما عندنا بيقدر يستوعب كل شيء كم مره قلت لحدا اعطيته انستراكشن بعد شويه النهار سالته عن بيحكوا شو ما اعطيتوا لي انا قلت له بتعرفوا انه اعطيتوا اياه مين معه حق؟ الحق عليكم انتم لانه ما وصلتوا له اياها بلا ديليشن لما وصلت لعنده المايند تبعه عمل ديليشن تيجي نعمل ديليشن بعطيكم مثلا في هول ثلاث اسطر هون بسرعة براسكم عنده كم مرة بيقطع حرف ال F براسكم 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 نعم؟ مين عاد ثلاثة يرفع ايده؟ طلع فرق مين عاد أربعة يرفع ايده؟ مين عاد خمسة يرفع ايده؟ مين عاد ستة يرفع ايده؟ قلوا لي اياها انكم شاطرين إذا أنتوا هلا مجلس إدارة شلت عن هاي الشباب واتفقوا بين بعضكم كم في F هالجملة شو صار شو صار؟ دفعتوا راسنا ايه؟ كم حرف طلعوا؟ 4 هذا اللي عملناه سوا هلا شيلوا هيدي على جنب وحده اثنين ثلاثه اربعه دولفين بعرف مش شايفينه انا يا عمي مين اللي رفرنش هون؟ مين اللي رفرنش؟ شو مكتوب على ظهر العلبة هون؟ مستاج لمون الدولفين لوف مسج فروم ذا دولفين بتحبوا فرجيكم الدولفين؟ اكتبوهم هون بس هيدا راسو هيدا نقبه Now you know, no, hey, deletion.
مش الحق عليا ما انت ما راح يعمل ليش انا هاتوا شوي بسرعه اوكي رجع حوالينا في صم شانس براسه من التاخير بس كان في بعض المعلومات ما وصلت له وبالتالي سيلف سوشيال اويرنس عارف انه الاشخاص اللي مش عم بيعملوا ديليشن غير هيك الإلوجن كيف بيشتغل على الديليشن الإلوجن كيف بيقفل بيحفيل عن الستيج فيل لما أبوه بيختفى عن الستيج الديليشن بيلهي ما كيف أنا هيتركوا المايك تبعكم واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة شايفوا كله هيك كله هيك انتهى المايك تبعكم ما شايفه so yes they use it غير الأول أول شيء بيصير هو الديليشن شغلة تانية بتصير وهي أساس مشاكل كثيرة من العالم هي الديستورشن التحوير الديستورشن كيف بتصير المايند تبعنا ما بيقدر يخلي أي شيء عم بيجوز ما بيفهمه وبالتالي أي شيء ما واضح كثير immediately دخل المايند تبعنا بده يعطيه معنى example شو فهمتوا؟ شو كمان؟ بعدين لما كان معنا ولا معنا؟ وان ايفنت اوكي؟ وده لاني فتحته بدون ما افصل المسج انا اتس امبيجيوس لالكم سو كل واحد منكم نقى معنى واعتقدوا انه هذا هو الصحيح وراح يتفاعل معي على اساس هيدا المعنى مش على اساس انا شو قصدي اوكي؟ على اساس شو فهم اذا انا ما بدي يصير بعرف انه في ديستورشن شو هو ديستورشن ولا شيء يعني بعرف انه انتم رح تعملوا ديستورشن سو اذا هي شيء عم بقوله انا منه كومبليت الوضع 100% عم بترك المجال لتكويناتكم الديستورشن تبعكم رح يطلع معنا يمكن منه المعنى اللي انا بدي اياه سو قبل ما افتح الزر شوبنا معلش اوكي وصلت المسج شوي وصلت رايت سو وصلت المسج انا بدي اياه ياسر Something bad. يمكن يكون مستهل الساعة الواحدة ونسينا كنا سوا مش هيك؟ كلهم موجودين ليش نحيته هاي؟ لأن احنا مدام جوزي تأخر عندي رنتين خمس مرات فكرت هلا شو اختار الاستراتيجية Do you know انه يحوم مع حدا؟ يوم عم تقدروا هيدي الديستورشن تبعكم الديستورشن هو تحويل الواقع بما لا يزال فيه الديستورشن عم بيصير عن كونسس وثالث شيء هذا الفاشل كيف بتشتغل الديستورشن بسرعه بتعرفوا هيدي جمال عليكم شي مره الديستورشن بتعبوا يفل البلانك بتروح هي على صوت عالي كان يو نوت ريدينج ذس وات ار يو ريدينج صح صار بيعمل المايند تبعكم لأنه هذا هو ambiguous شو بيعمل المايند تبعكم needs to extend out the world يفل in the blank مش بالضرورة بالمطرح بالشيء صحيح هلا هون جابينا نحرف هذا المدير وهذا المرحبا شو ما قلته مش ممكن يكون عامل ديليشن وشايفكم تتذكروا اللي حضر معايا هذه الأولانية مرأة فوريلا ما شفتوها حتى بالصفر حتى شخص كمان 23 مرة حول اليوم. على كده ما انه وقع هاي الصورة لأنه عم يدافع عن نفسه بالمحكمة.
لمين هربتوا صبايا؟ Why? Because your mind عمل شيء بنسميه generalization. This is it. هاي generalization. التعميم من فكرة واحدة منعمم عليها. نحن ما نشوف في رأسنا الواقع جوا بنشوف نظرتنا على الواقع بعد ما يكون محى منه تحور عليه وتعمم عليه. So what we see inside is not the reality, it's only our subjective reality. وبالتالي social awareness مش مهم انا شو عملت بالبيهيفير تبعي، مهم الشخص الثاني اللي كيف عم يدور البرزنتيشن جوا براسه المعاني اللي عطاها. هاي المعاني is not based على اللي انا عملته، it's based على الفلتر تبعي اللي بيشتغل لانه بده يمحي يحور ويعمم. وبالتالي لما بحط فكره براسه لما بتخيل لما دقيته لابن جول مرات في الليل. لا هون، دقيته لابن جول مرات، استعملته ديستورتد مش هيك؟ يو ديليتد ذا فاكتور ممكن يكون مشغول مع حدا او بطريقته خاصه او 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 او. يو ديستورتد اللي هو مستشفى او بحبايش. جنرالايز ليش؟ انه كل الاولاد بيعملوا هيك. هو براسه شركه اللي الواقع انه هو قاعد بالمطعم هو وناسي الوقت. شفتوا انتوا شو هو انه مثل وين هو باي كيف حسيتوا شو ستيت بيصير فيها؟ خوف مش هيك؟ خوف عليه لما بصير هاي ستيت كيف بيصير باي فيزيولوجي؟ كيف بس مو حكايه تكون هيك؟ and our behavior مثل ما الستيت الفيزيولوجي تبعنا بس انا معصب ولحق ورد علي ابني شو بيصير؟ لا مش هيك؟ بتعصب طلع هو المعصب اللي ما مش معصب قال له هي الستيت اوف مايند تمام بيكون قال له
الثاني كيف يشتغل؟ بما انه ما في شيء عنده معنى بالدنيا الا المعنى اللي انتم بتعطوه اياه. انا فيني نقل معنى بديهي، كيف يعني ما كتبش ما في شيء كتبش اشياء عندها عده معنى؟ شوفوه بتعرفوا شو يعني كيف فينا نشوف بكل شغله اكثر منها. نحن ما بدنا 10 منت يا بيي، مستعجل ما بدنا بس 10 منت. Down.
بتنفس عضوية. It can be manipulated with that. Things are like you see them. I think that's the idea. Now we don't see reality. We see our version of reality. Nothing عنده معنى غير معنى اللي انا بعطيه لكم هذا الشيء صحيح معنى اللي انا بعطيه لكم هو هودي عطيه الفيلينج هيك رجلنا القدرة على اختيار افكاري مشاعري وتصرفاتي مش هيك سو انا عصبت على اني مسجل على الجريمة هيك لانه ما اخذ صح مش هيك عصبت عليه وسالت انا وياه هذا بيهيجر نتيجة هذا بيهيجر من هي ايموشن هي ايموشن فير تبعوتي هي الفير تبعوتي ما اجى لانه هو تاخر لانه انا بس اتاخر ما فهمت ليش تاخر شو اجى من راسي صور فايك ومستشفيات ودم وراسي هو مش هتحكي سو مشاعري انا مانا حقيقيه مشاعري بيت على شو على المعنى اللي انا اعطيته طيب هيدا شيء صحيح يعني انا فيني نقل المعنى اللي بدي اياه ايه ولا لا معنى يلي انا باخده بغير لي الايموشن وبالتالي بغير لي تصرفات يعني شو فيني اعطي معنى ثاني بسيط في نوعين بنسميها ريفريمينج تكنيك اسمه ريفريمينج تكنيك اسمه ريفريمينج في نوعين ريفريمينج اول نوع هم بنسميه كونتنت ريفريمينج بغير المعنى تبع الموضوع ثاني اسمه كونتكست ريفريمينج كونتكست ريفريمينج غير المعنى بس سؤال واحد غير المعنى اللي انا اعطيته شو ممكن يكون في معنى ثاني غير انه يحول بالمستشفى ابنك شو ممكن يكون في معنى ثاني مقصود لما فكرت بهذه الطريقه ارتحت ارتحت في تعرف معه بالكبير غير كل شيء بناء على شو غير كل شيء هيدي شين واحد حاطط راسه بالرمل مثل العادي يعني دينايل دينايل هيدا كيبوشيما جدل بس بيهو شيء ممكن يكون بيهو شيء بس لحد ما اعرف انه بيهو شيء شو عم بيصير عندي انا pure distortion وهي distortion فيها تأذي لها لأن انا اتصرف مع الشخص بناء على distortion تبعي مش بناء على عوش كان صح يعني انا فتحت الزر وحدا فكر هوني انه شو عم يعمل سو بيقوم بيتاتا معي بيتعامل معي هيدا اساس بيفكر انه شو راح يدور اللي يصير so your action or my action راح يكون based على فيني تبع فيني تبع بناء على الفكرة اللي حطيتها براسي الفكرة اللي حطيتها براسي is not reality it's my perception of reality لما بعرف هذا الشيء بعرف انه انا لاني خايف فكرت انه يحول المستشفى لاني خايف المستشفى وبالتالي اضطرت معه بس شو بعمل طيب؟ بالإيموشن الثلاثة سمعين بالعدة العشرة بالعدة العشرة بس أعطيكم معنى اسمه فيه دخل العشرة بس زي هذا البرينج مرة ليا في ثلاثة أجزاء من البرينج في الجزء اللي تحت اللي فيه الأميجدلا هون ستام تبع البرينج هذا اسمه البريميتيف برينج نحن والستيات والتسعينات عنا ايه بس هي عن سماية مدارس سمول ريبتيليان الجزء الثاني من البرين هذا سمول ماميليان برين نحن نتشارك نحن والتسعينات والبقر فيها نخلق مراجعة لا أمراض الإنسان بيحيل التفاصيل عن كل الفصائل الثانية اللي عنده الفرونتال لوب أو الفرونتال كورتكس قشرة دماغية بيسموها This is where we make our decisions This is where you think we decide. This is where you're aware that we're not going to be able to say that they don't. Because the state is out of the brain, they get out of the brain. They're not aware in Ida Hu. They're not self-aware. Our self-aware, our consciousness resides here. I'm not a key to measure it here. That's wrong. Behavior, what regulates fight or flight, them Ida Khatar, how we call it up, leave in primitive brain. How many planet in the wish there's a Tabal Hamma Abna? That's name is a Shahun. لأنه هون الستيمولس اللي بيجي من برا اوتوماتيك بيعمل ريسبونس هيدا الستيمولس ريسبونس اوتوماتيك بروجرام هارد وايرد بتسيني بس تتعصى على جنبها دغري وعيد على الستيمولس ريسبونس دغري احنا شو بصير فينا؟ حدا شك قدامك على الطريق ما بتتذكر عيطة لا هي شو؟ سبت هون That's automatic program. Emotional intelligence, not if you know, hey, the free program on, and you override it.
keep overriding. Only measure it takes 6 seconds. Sits away, put my signal from horn to horn where you can have a choice at decision about. Decision one or decision two. Pick up other eyes. But you can't alert and why the eye. Where is it? Pick up the فينا عايز حاجة توصل إن سلام جوا معصب بس عصامن قوي توصلها. I'm using meditation, I'm using it consciously, أنا مش معصب. So the emotional intelligence إني أعرف إنه هذا stimulus response عم يصير لحالهم and how to override. It takes up to 6 seconds. شنو هيجي لك هكذا 10 واحد 2 3 4 5 6 7 8 you're giving the chance إنه stimulus كده جاي من برا كده جاي من برا you have a chance to process it here. تقدر هون تاخد decision اللي بينفع كده. Right? So هذه الموشن في تركس الأشياء إذا حتى عم تعمل على الموشن أكسد بالجانب السيارات السامي كذا يا so هاي هيك بتجاوز ال عن الفير sorry I don't think
كوبي بيقول إنه this was my defining moment في حياتي. لما قبل ما شفت الكونتكست كنت شو بدك تعمل الروم صح؟ لما شفت الكونتكست شو بدك تعمل؟ It's still the same behavior. Nothing has been except to put a context that old. So if you change the context, you change how you feel about it. So can I just put the same from the other way? Would I be more emotionally intelligent? Yes or no? You can. That's it. Now it's just a matter of the other way. أنا بعتقد إنه بس عنا ساعة ونص كان على الموضوع مش عارف بس قبل ما نكتب بس بسمري صغيري فيديو سين وعلى موشن الفيديو يعمل سمرايز لكن just 4 minutes I beg kid, every time I'm pulling out, you're right there. Man, this is when he gets to talk to his parents, if they're ever home. What if it was traffic today? It was always, every day, the intersection's always traffic. Pulling out of here. These are these dumb roads. Oh, there is it. Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. Princess of Parking. Sure. Take this spot. Would it be considered? Oh, kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, man. Oh, about time. Let's see. What do I want? Yeah, can I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem. You got the world. I'm sure you need your cookies. The world, your oyster. And he's serving your cookies. Thanks very so much. I'll be here for you. I'll be Jeff Montiano. That's no problem. It's really fine. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Win again. Unbelievable. Got it? Thank you very much, Anna.
Thank you.